احيانا لما بتفهم اللي فيها بتجيب من الاخر. عزيزي احنا بنتفرج على مباراه ويست هام واستون فيلا ليه؟ عشان سعيد بالرحمه. انت بتتفرج عشان سعيد بالرحمه؟ انا بتفرج عشان سعيد بالرحمه وديكلان رايس، لان بالنسبه لي بحب جدا حاجه اسمها ديكلان رايس، وشايف ان ديكلان رايس ده مكانه في مانشستر سيتي جنب اخوه اللي هناك. ديكلان رايس بيقدم اداء مميز في الماتشات اللي بيكون موجود فيها دايما في الملعب. ديكلان رايس جنبه لعيب زي توماس سوشيك بيجبرك انك ترجع تلعب 4 2 3 1 تاني، بلاها بقى شغل 4 3 3 وشغل 4 4 2 وشغل اللي انت كنت تفكر تعمله الماتشات اللي فاتت دي. النهارده سعيد بالرحمه كان عنده مشاكل الشوط الاول قدام اولي وينكس ده واحد من اهم اللعيبه في استون فيلا. اولي وينكس كان بيلعب قدامه وجون ماكين وماتي كاش، لان فرقه استون فيلا بتلعب 4 3 1 2، فبتلاقي دايما لعيب بيتطرف ناحيه الشمال ولعيب بيتطرف ناحيه اليمين. داني انجس بيتطرف ناحيه اليمين وبتلاقي ان اولي وينكس بيتطرف ناحيه الشمال اللي هي فيها لعيب زي سعيد بالرحمه. فانت دلوقتي هيكون قدامك ثلاثة، هيكون قدامك وينكس وهيكون قدامك لعيب نص الملعب جون ماكين وهيكون قدامك ماتي كاش. فرقة استون فيلا الشوط الثاني لما فتحت المساحات بدانا نشوف ان سعيد بالرحمه اخطر كتير على المرمى الشوط الثاني، انما سعيد بالرحمه وفرقه ويست هام كلها الشوط الاول ما كانتش خطيره جدا على مرمى استون فيلا. انا بصراحه كان نفسي كوتينيو يعمل حاجه، بس كالعاده كوتينيو لما بتيجي تتفرج عليه ما بيعملش اي حاجه خالص، يعني قاعدين يقولوا كوتينيو مكسر الدنيا، كوتينيو جاي اتفرج عليك ما لقيتكش موجود جوه الملعب، مش عارف الاقيك انت بصراحه. يعني يمكن انت بتشتغل وانا ما بتفرجش على خلاص مش هتفرج لك على حاجه ثاني، بس عم اقدم العظمه اللي كنت بقدمها الماتشات اللي فاتت. سعيد بالرحمه الشوط الثاني عمل حته اسيست لاندريا يرمالينكو كان جميل جدا جدا جدا. ما عجبنيش بصراحه الاحتفال بتاع يرمالينكو بقدر ما عجبني الهدف بتاع سعيد بالرحمه. يرمالينكو قاعد يبكي وقلبها مسرحيه دراميه، بس بصراحه سعيد بالرحمه لعبها له حلوه قوي، وللامانه برده هو لعبها حلوه قوي بعيد عن اميليانو مارتينيز اللي كان واحد من نجوم اللقاء. الهدف الثاني حكايته كلها بقى تبدا عند ديكلان رايس حبيب قلبي. ديكلان رايس عمل اشتراكه، خد الكوره جري بيها سلم سعيد بالرحمه، سعيد بالرحمه بص على بابلو فورنس حطها له، بابلو فورنس راح مسجل الهدف الثاني. سعيد بالرحمه قدم مباراه مميزه جدا جدا، ولاجل البخت عزيزي اول ما سعيد بالرحمه ما اتغير الفرقه اتمسكت اتحطت في نص ملعبها، تم تسجيل الهدف الاول عن طريق جاكوب رمزي وكان هيتعادلوا. يعني يا باشا من الاخر كده خلي سعيد بالرحمه شكله فيه البركه، وشكله طول ما في دعوات للاخوه الجزائريين مع سعيد بالرحمه الفرقه ربنا هيكرمها، وهتلاقي ان انت هتحاول تقرب لفكره اليوروبا ليج، لان بالنسبه لنا انت بدات تبعد كتير جدا على مرحله الرابع، الا بقى لو مستني مانشستر يونايتد يخسر. واعتقد ان مانشستر يونايتد ممكن يخسر، بس اهم حاجه انت ما تقعش كتير، وانك ما تقعش كتير وخلي سعيد بالرحمه موجود معاك في الملعب كتير، وبلاش نحاول نالف كتير والنبي، يعني خلي سعيد بالرحمه موجود معاك في، انت وضعك غير بيب جوارديولا، انت ما عندكش لعيبه كتير، احنا عندنا لعيبه كتير، فمعلش يعني نخلي سعيد بالرحمه وما نالفش في التشكيل كتير، وندي فرص كتير للاعيب الجزائري المحترم كده بقى شغل تطبيق. ندي فرص لسعيد بالرحمه عشان سعيد بالرحمه فعلا يستحق الفرصه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اعمل سبسكرايب. ما عندناش احنا حد بيعمل ديسلايكات الا الناس القديمه بيعملوا ديسلايكات براحتهم، ما فيش اي مشكله، حتى يوتيوب نفسه لغالهم الديسلايكات رخامه.